سلام، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. ما احب بدون مقدمات بدون اي شيء نبدا ندخل نشرح. بالبدايه الثوركس، الاوفر فيو اند سيرفيس اناتومي، نبدا كمقدمه واشياء بدائيه. Thorax is the upper part of the tank. A tank, هو التانك شنو؟ جسمنا متكون من صدر، upper، ما لكم علاقة بالرسم، مو دافنشي يعني، بس المهم توصل الفكرة. upper، abdominal and lower. والله رسم صار حلو. head and neck يعني. الثوركس هو الـ upper part of tank. التانك شنو؟ التانك هو بدون upper، بدون lower، بدون head and neck. هذا التانك. إن شاء الله توصل فكرة. هذا الثوركس، high abdominal. طيب، it contains of an external musculoskeletal cage. يعني هو متكون من cage، قفص. عبارة عن ماسكولو اللي هو عضلات، سكيليتال عظام، ماسكولو سكيليتال، الماسكولو لان عضلاته هواي، انترنال اكسترنال كل شيء راح ناخذه بالتفصيل. اصلا هاي مقدمة مو كلش مهمة يعني مجرد اطلاع بداية شوية ترجعكم لوحدة الدراسة، اشياء تعرفوها انتو يعني، بما انه انا داشرح الدور ثاني ان شاء الله يكون فايدكم بشي. فالثوركس متكون من الأضلاع، sternum، عظمة القفص و vertebrae. The thoracic wall، القفص الصدري، and the internal cavity اللي هو التجويف الأمامي للصدر اللي يكون خلف الاسترنم، هنا يكون بالضبط، راح ناخذها بالتفصيل. مثل ما قلنا، the thoracic wall، internal cavity، it contains the heart، lungs، يعني شنو؟ يعني القفص الصدري وهاي المنطقة اللي قلنا عليها اللي هي التجويف الأمامي اللي داخل يعني خلف الاسترنم يحمل هواي شغلات، هارت، لانج، اسوفيجاس، تريكيا، ثيماس، ذا فيجاس، فرينيك نيف، هواي شغلات من كلنا راح ندرسهن، كل الشغلات راح ناخذهن بالتفصيل الممل. Inferiorly the thorax but thoracic outlet. Thoracic outlet شنو معنى thoracic outlet؟ اللي هي الفتحة أو المخرج، أو ستفتهموها توصلوا لكم الفكرة، اللي هي تكون هاي حدودها. أوضح لكم إياها أكثر بالبرنامج. هاي outlet تكون هاي الفتحة، تكون عريضة كبيرة يعني مبينة، يعني هي تخرج من عندها شغلات وتطب من خلالها شغلات، وهي تكون inferior thoracic wall يعني من تحت. It's separated from the abdominal cavity by the diaphragm. تفصل separated تفصل عنها تفصل عن ال abdominal cavity يعني التجويف البطني بواسطة الدايفرام. دايفرام شنو؟ عضلة اللي هي واضحة قدامكم، عضلة أكبر عضلة للتنفس اللي هي الحجاب الحاجز بالعربي، أكبر عضل للتنفس تفصل بين الثوركس والأبدومينال. Superiorly اللي هو من فوق، narrow thoracic outlet، عندنا thoracic outlet شفناها قبل شوية تكون كبيرة وعريضة، أما الإنلت تكون ضيقة في المواضع هنا، تكون ضيقة إنلت. تشوفكم إياها هنا أنا على مود توضح الفكرة، تكون ضيقة، تكون حدودها بين الفيرست ريب الضلع الأول والسترنم المانابيريوم أوف سترنم. طيب هنا تبيكلي ميجر 5 سنتيم، هاي مو مهمة أبدا، 10 سنتيم، 5 سنتيم، قياسات مو مهمة. It communicate with the neck and the upper limb، تكون يعني شلون حلقة توصل بين النك الرقبة والأبر لمب اللي هو يعني أبر لمب معروف. The thoracic wall also offers protection to some of the abdominal fissure. يعني شنو؟ يعني thoracic wall مو بس يحمي thorax، مو بس يحمي thorax، يحمي thorax
جزء من الابدومينال السعة الرئاب يعني. مثال على ذلك: the greater part of the liver lies under the right dome of the diaphragm. يعني شنو؟ إذا أحد ما افتهم بس أتوقع تشوفوها بسرعة. الدايفهام تكون من قبتين، هاي قبة خليها امسح صارت خبصة، هاي قبة وهاي قبة. اوكي الجريتر الجزء هنا أنا موجود الشي يسموه الليفر، غير لون هنا موجود الليفر. الجزء الاعظم من الليفر يكون تحت القبة اليمنى او رايت دام مال شي يسموه مال الدايفرام، يكون تحت القبة مال الدايفرام. يعني شنو؟ يعني الثوراسيك وول ما يحمي، لان احنا تشوفون هذين الاضلاع، الثوراسيك وول ما يحمي بس الثوراكس، يحمي جزء من الابدومن. هاي الفكرة اللي يريد يوصلها. المهم ذني مو كلش مهمات. يجي هنا يقول لك variation in thoracic diminutions and properties are partly different between individual and also linked to age, sex and race. يعني شنو؟ يعني variation الاختلافات بالthoracic diminution، الاختلافات بالقياسات والحجم والسعة والخصائص تختلف بين أشخاص وأشخاص، وترتبط أيضا بالعمر والجنس والعرق الرئيس. تجيب معنى العرق هنا، مو سباق، ما عندنا سباق، هنا تجيب معنى العرق، آسيوي أوروبي، كل ذني يفرقا بالجينات. At birth the transverse diameter is relatively less than it is in the adult. يعني شنو؟ السعة أو يعني كبر الثوراكس بالبيبي بالأطفال يكون يعني أقل من الأدولت، يعني شيء بديهي هذا معروف. وديفولب يعني يتطور وينمو بمرور الوقت والعمر. ثوراسيك كابيتا شوية يمكن مهمة شوية، يعني هاي ممكن أهم شيء بهذا السرد كله. ثوراسيك كابيسيتي is less in females than it's in males. يعني شنو؟ السعة عند ال females عند الأناث أقل من السعة عند الرجال. زين هسا نسأل ليش مثلاً، ليش أكو اختلافات؟ إذا أكو اختلاف بالحجم يعني أكو اختلاف بالخصائص أكيد. فأول شيء female sternum is shorter، يعني female high sternum female sternum shorter. يعني مثلاً high مال female، high مال male. مثلاً the thoracic inlet more oblique. thoracic inlet اللي أخذناها خليني أمسح، هاي thoracic inlet. بالإناث تكون more oblique يعني منحنية أكثر، يعني هيج أكثر. أما بالأدولت يكون يعني مستقيمة كأنما، أكثر استقامة وأقل oblique، أقل انحناء. and the suprasternal notch. سوبرسترنال نوتش موجودة بالمونوبيوريوم والسترنم اللي هي تكون هنا، إذا وضحت عندكم، اللي هي تكون شلون أوصلها نوتش، ثلمة، فتشي مثلوم، هنا كأنما العظمة مثلومة. السوبرسترنال نوتش بالإناث تكون مستواها تقريبا لحد الـ T3 يعني الفيرتبرة الثالثة. هسه نشوفها، هسه اوضحها كلش واضح. اما بالذكور تكون عند ال T2. هسه اراويكم الفروقات بالثوراسيك وول between males and females، الفرق بين القفص الصدري بين الذكور والإناث. in all individual the size of thoracic cavity change constantly exerting the movement of the ribs. حلو، هنا شنو اللي يريد يوصله؟ انه حجم القفص الصدري الثوراسيك هو اللي يتغير حسب هواي شغلات، مو الا يتغير كبنية جسدية، لا يتغير بالحركة بالتنفس، من تصعد الدايفرام الحجاب الحاجز، من ينزل الحجاب الحاجز،
بهواي شغلات، من تتغير السعه مال الابدومينال مال البطن، يعني من تكون متوسه يختلف الحجم، من تكون فاقه، وهيك شغلات. يعني مو بس يختلف بالبنيه الجسميه والجينات، لا، ممكن يختلف بالحركه والحياه الطبيعيه. هسه نروح نفرق لكم بين الميل والفيميل من ناحيه الفرق بالثوراسيك وول. هذا الانتيريور بارت اوف ذا ثوراسيك وول اوف ذا ميل، يعني المنظر الامامي للميل، للذكر. هذا الانتيريور بارت اوف ذا ثوراسيك وول اوف فيميل، يعني المنظر الامامي مال عكس ذاك ذكري، هذا انثى. هذا اللاترال فيو of the thoracic wall of the male، يعني الجانبي، المنظر الجانبي للقفص الصدري الذكري. كالعادة lateral view مال الأنثوي female، هذا superior view of the thoracic wall of the male. بلاحظ بعد ده اكو فروقات، تشوفون انه اكو فروقات حتى لو بسيطة، بس تبين تفرق، كل شيء يفرق. نقدر نشوف هسه السوبراسترنال ناتش اللي هي قدامنا، يعني تكون مقاربة لل T3، أما عند الذكور تكون عند ال T2 اللي هي هنا. ذاك كان مجرد عبارة عن سرد، صراحة نبدي للبون مال ثوركس، نبدي بصلب الموضوع ندخل. ذاك كان عبارة عن مقدمة يرجعكم لوحس الدراسة أو المرحلة الأولى، يعرفكم إنه شنو الثوركس يعني كمقدمة وليس شرح كامل. هسه راح نبدي نشرح، اول شيء على الصور، على مود بس تنطبع بذهنكم وتعرفون احنا شنو بدنا نحكي، بعدين نرجع للملزمة. اول شيء الاسترنم اللي هي عظمة القص، مثل ما لاحظها قدامكم، شوفوا على الصورة اليمنى انه مفصولة، انه انتبهوا، مفصولة لثلاث اجزاء، الاول ثاني ثالث، اسمعهن هسه راح نرجع له. عظمة القص عبارة عن عظمة تشبه الخنجر، اذا واضحة قدامكم تقريبا كانها خنجر، خنجر ما في احلى منها. تكون رف يعني خشنة من الامام، تقريبا سموث من الخلف، او شوية اقل سموث، بس هي تكون عبارة عن فلات ديجر، مسطحة ورف. احنا الشرح عليها هذا استيرنا، عظمة القص. It's flat digger shaped with rough interior surface. Smooth posterior surface. يعني شنو؟ هي digger. Digger خنجر. Flat digger خنجر مسطح تقريبا. شكلها هذا. صفاتها تكون rough interior surface. Smooth posterior. It articulate with the 7 ribs. يعني شنو؟ يعني ترتبط ويا 7، مثل ما موضح هنا. هذا واحد، هذا السابع، وهذا الأول. هي ذني كلهن مرتبطات بهن. كبر خط. كلهن، هذا السابع، السادس، الخامس، الرابع، كلهن مرتبطات بالاسترنا. It divide into 3 parts. Manubrium, body, xiphoid process. Manubrium. هذا المانوبيريوم، هذا البادي، وهذا الزيفويد بوسس اللي يكون صغير. مثل ما قلنا it divide into 3 parts، يعني شنو؟ تنقسم لثلاث اجزاء، المانوبيريوم والبادي والزيفويد بوسس. هسا راح نبدا ناخذهن وحده وحده ونشوف. المانوبيريوم it's about 2 inch، هن مو كلش مهم الطول. articulate with the clavicle forma of the sternoclavicular joint. حلو، يعني شنو؟ ترتبط ويا الكلافيكل. كلافيكل هي عظمة الترقوة، يمكن ترتبط ويا عظمة الترقوة من خلال جوين يسموه sternoclavicular joint. راح اوضح لكم اياها حسب البرنامج، يبين كلش واضح. مثل ما تشوفون هاي الاسترنم، هاي عظمة الكلافيكل، بيناتنا اكو جوين يربطن اللي هو هذا sternoclavicular جوين، هو هذا الليجمنت، بس هو هنا يكون تحته. يعني المهم توصل للفكرة انه يربط الكلافيكل ويا الاسترنا، وترتبط كذلك ويا الفيرست ريب. هنا عندنا الاسترنال انجل،
is the junction between the manubrium and the body that articulate with the second rib. حلو. يعني شنو هذا الخط إذا تشوفوه هنا أكو فاصل يفصل المانوبيريوم عن البادي. خلينا نوضحها بالبرنامج أحسن. هذا الخط يفصل المانوبيريوم عن البادي. هاي مانوبيريوم وهاي البادي تحتها. إن شاء الله واضحة. تكون جونكشن يعني بروز. بروز نقدر نتحسسها بإيدينا. يدل على موقع السكند ريب. يدل على موقع الضلع الثاني. The body of sternal 4 inches. قلت مو مهم القياسات. وارتكليت with من الثالث لحد السادس. يعني يرتبطا بالكوستال كارتليج مو الأضلاع. الكوستال كارتليج يرتبطا بالبادي من الثالث للسادس. The body الجسم اللي هو الجزء الثاني من الاسترنال يلتقي بالزيفويد بروسيس من خلال جوين يسموه زيفسترنال جوين. يكون بين الزيفويد والبادي ويرتبط ويا الكوستال كارتليج السابع الغضاريف. يعني هاي الاسترنال كل شيء موضح قدامكم. احنا هنا ارتباطها ويا الكلافيكل يعني ترتبط ويا الكلافيكل بهاي المنطقة. ارتباطها ويا الفيرست ريب بهاي المنطقة. ترتبط ويا السكند ريب وهاي الاسترنال انجل. اما ذني البقية فهن مناطق الارتباط الاضلاع او الكوستال كارتليج بالاصح. عندك هنا نسيت اقولها الجاجولار ناتش واضحة قدامكم. هاي مثل ما قلنا مانوبيريوم وهذا بادي وهاي زيفويد. هنا عندنا ترانسفيرس ريج. ريج مثل الاخدود او شي بارز يعني هستو ما تشوفوا هي مو عدلة مو مستقيمة عدلة شوية بيها صاعدة ونازلة ذن يسموهن ريجز. هاي صورة ثانية هم يعني توضح ان المانوبيريوم والبادي والزيفويد اتوقع صارت سهلة بعد. كلاسيفيكيشن اوف ريب يعني شنو تقسيمات الاطلاع. تنقسم اول شي حسب الاتصال وثانيا حسب الشكل. حسب الاتصال تتقسم ترو وفولس يعني حقيقية وكاذبة ويعني خاطئة. المهم فولس. وحسب الشكل تنقسم تيبيكال ونون تيبيكال. هسا راح نعرف الفروقات. هذن الأضلاع مثل ما قلنا ينقسمن أول شيء حسب الاتصال ترو وفولس. ترو وفولس يعني شنو؟ يعني الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع متصلات مباشرة ويا الاسترنم. يعني مباشرة رايحات للاسترنم ومتصلات بهن. أما من السابع وفوق يكونن ما متصلات بالاسترنم مباشرة. الثامن والتاسع والعاشر يتصلن بكوستال كارتليج واحد وذني الكوستال كارتليج يرتبط ويا الكوستال كارتليج ما السابع ويتصلن بالاسترنم. يعني شنو اتصالهن مو مباشر. اما ال11 مثل ما واضح قدامكم ال11 وال12 فلوتينج طائرات اصلا ما متصلات باي شيء. هاي من ناحية الاتصال اللي ترو من الاول للسابع ترو يعني حقيقيات متصلات اتصال مباشر. اما من السابع وفوق يعني الثامن لحد ال12 يكونن فولس يعني ما مرتبطات اصلا بالاسترنم او مرتبطات عن طريق كوستال كارتليج ثاني. اما من ناحية التيبيكال او النل تيبيكال اللي هو حسب الشكل. هسا راح اراويكم بين الرب الاول اللي هو نان تيبيكال والرب الثالث اللي هو تيبيكال. هذا الرب الاول يكون نان تيبيكال شكله يعني مو الطبيعي. اكو اختلافات صايرة بيه عن الطبيعيات. اما هذا اللي هو الرب الرابع يكون تيبيكال يكون شكله طبيعي. التيبيكال يكون من الثالث لحد التاسع اشكالهم طبيعية. اما النان تيبيكال عدا من الثالث للتاسع يعني الاول والثاني والعاشر والاحداش والثناش. نجي هنا نشرح الصورة ونشوف يعني نشوف صفات الرب الطبيعي التيبيكال يكون. مثل ما نشوف هاي الاسترنم هذا كوستال كارتليج يرتبط به. هنا عندنا الكوستال جروف هسا راح اجالي ارجع له. اما هذا الشافت يسموه. اما هذا اللي هو الشافت يعني جسم الرب. ثاني شيء مثل ما تشوفون يكون بيه بروز تيوبركل
مثل ما تشوفون هنا هذا بروز. نيك بي نيك رقبة يعني هيد، ونيك وتيوبركل ذن كل الشغلات موجودات بالتيبيكال ريب، ويكون بي شافت ويتصل الى الكوستال كارتليج، ويكون بي ايضا انجل ريب. عندنا هنا هاي بادي اوف فيرتبرا انتر فيرتبرال ديسك اللي يكون بين الفيرتبرات، وهنا هذا يكون مكان للاتصال مع الريب اللي يتصل بيه شنو مثل ما نشوف هنا يتصل بيه التيوبركل، يعني هذا مكان الاتصال يتصل بيه التيوبركل. اما هنا الهيد الهيد مع الريب يتصل بيه من يتصل بالبادي، يتصل بالبادي مع الفيرتبر. مثل ما تشوفون هذا الرب الرابع يكون تيبيكال، مبين هنا التيوبركل على اليسار اللي فوق، ومبين بمكان الارتباط اللي هو هيد والنيك والشافت يعني، ومبين وانجل بي يكون يعني بزاوية واضح قدامكم. هسه بعد ما كملنا الصور وكملنا الشرح نشوف السرد، نشوف الكلام هل نفس اللي احنا حكيناه او اكو اختلافات يجوز نسيت اذكرها. التيبيكال ريبس اللي هو من الثالث لحد التاسع نفس ما قلت. The typical is the rib that articulate with two vertebrae. سوري هاي نسيت اذكرها. التيبيكال ريب من صفاته انه ما يتصل ويا فيرتبرا وحده، لا تكون فيرتبرات اثنين ويجي ريب يتصل بيهن، يتصل هنا ويتصل هنا. Each typical rib has two ends, anterior posterior. وشافت يعني شنو؟ التيبيكال ريب ما تكون بنهايه وحده، يكون بنهايتين، يعني نهايه من ناحيه الاسترنم ونهايه من ناحيه الفيرتبرا، ويكون بشافت اللي هو جسمه يعني. The posterior end اللي هي شنو؟ هي higher اللي ترتبط ويا من ويا الفيرتبرا. The posterior end has head نفس ما قلنا، neck نفس ما قلنا، رقبه، وتيوبركل. هذا التيوبركل مهم. The head has two articulate surfaces. الهيد بمنطقتين ارتباط مثل ما نشوف، هاي منطقة وهاي منطقة، منطقتين ارتباط. ليش؟ على المود يرتبط بتو فيرتبري. زين ما دام صارت اكو منطقتين ارتباط يعني شنو؟ اكو بيناتهم مثل البروز، او يعني شلون عرف الديج الكريست. الكريست هو عبارة شلون يكون فتشي هيج، شلون عرف الديج فتشي نفس عرف الديج يكون بارز. هسا نجي على اليمن، نجي على الانتيريور اند، تتصل ويا من تتصل ويا الكوستال كارتليج، اتصال واحدتها نهايتها مبينة واضحة. يعني شوف هنا اكو هواي شغلات هنا تكون كأنما مقطومة، لان تتصل ويا الكوستال كارتليج، والكوستال كارتليج يتصل ويا المانوبيريوم او البادي او يعني الاسترنوم بشكل عام. هنا الشافت has two surfaces يعني شنو؟ يكون بي وجهين، هذا وجه وهذا وجه ثاني، يعني ما يكون عدل، يكون مقوس بحيث يصير وجهين بي، outer و inner. outer خارجي و inner داخلي، هذا ال inner اللي بالأخضر والouter اللي بالبنفسجي. و two borders upper و lower يعني two borders يعني خطين أو أشياء اثنين، يعني هذا ال upper وهذا اللور. The lower part of the inner surface has costal groove. هذا costal groove مهم. احنا مو قلنا اكو outer و inner اللي هو بالاخضر قلنا بالبنفسجي، نرجع هذا بالاخضر اللي هو ال inner. فبال inner قلنا اكو upper و lower. بال inner و بال lower اكو شيء اسمه costal groove، خندق مثل ما موضح قدامكم. هنا يكون خندقكو يعني العظمة محفورة. ليش محفورة؟ على مود يفوت بها الانتركوستال نيرف والفزل. الفزل اللي هن الفان، الفين والارتري والنيرف، الفي للفين والاي ارتري والان نيرف. The upper border is rounded يعني شلون يكون منحني أكثر، بينما lower border يكون sharp حاد أكثر، يعني عكس الحدية شنو هي ال rounded. نجي هنا على ال first tip اللي هو شنو يكون، يكون true و non-typical. ribbon must actually curved and usually shortest.
يعني شنو يكون منحني curve وقصير shorter. The first rib is broad and flat يعني يكون منحني ومسطح. Its surface are superior and inferior يعني شنو يكون بسطح superior علوي وinferior سفلي. يعني شنو عندنا superior علوي inferior سفلي internal داخلي يعني أقرب إلى الداخل يعني هنا تقريبا هاي تكون أقرب إلى الداخل أما هنا تكون أبعد external فيكون بي superior inferior external internal it slope obliquely يعني شنو يعني يكون منحني أو يعني ما يكون عدل ما يكون نفس بقية الريبس هاي vertebrae يطلع هيك شو يجي للسترنم لا هو يكون هاي vertebrae مالته هاي سترنم يطلع هيك يعني هيك يكون منحني يكون بي superior و inferior board أما ذني يكون بها outer و inner هنا أنا موضح شغلة يمكن ما راح تفتهموها إلا من ندوس الرئات اللانكس البلو يعني الانحناء مالته يكون ليش يكون لان اكو هنا البلوعه البلوعه هي الغلاف اللي يغطي الرئه هاي الرئه مثلا عندنا اكو غلاف مداير هي يغطيها يحميها فالبلوعه ممكن توصل لهنا ممكن تصعد للفيرستيرك ف حتى تخرج فوق الفيرستيرك فيقول الانحناء مالته على مود البلوعه أو هيك شيء والبلورة توصل حتى لحد الرقبة هنا راح ناخذ بعض الجوينتات اللي موجودة بين الرب وبين الفيرتبرا أول واحد الكوستو ترانسفيرس أول شيء نوعه شنو نوعه سينوفيل جوين يرتبط بين التوبركل اللي قلنا عليه مال الرب الرب مو قلنا بي هيد نيك شافت على الشافت هنا اكو تيوبركل هذا التيوبركل راح يرتبط قلنا ويا الفيرتبري ويا بروز من الفيرتبري من بروز من الفيرتبري راح يرتبط بالتيوبركل هنا منطقة الارتباط اكو جوين اللي هو كوستو ترانسفيرس جوين يكون نوعه سينوفيال بلان مثل ما موضح هنا هذا التيوبركل هذا البروز مال الفيرتبري هنا ما واضح هذا اللون هنا ناكو جوين يربط بيناتهم راح اشوفكم اياه بالبرنامج هذا الجوين اسمه كوستو ترانسفيرس جوين يعني يربط بين الرب والتيوبركل مال الرب والبروز مال الفيرتبري نجي ثاني جوين اللي هو كوستو كوندرال يجوز اكو هاي ما يفتهموه او يعني ما يندلون مكانه بالضبطين برايمالي كارتليجينس جوين يعني شنو يكون جوين بين الكارتليج والرب راح اظهركم اياه بالبرنامج هذا الفورث ريب وهذا الكوستال كارتليج مالته اكو هذا الخط بيناتهم يكون هنا موقع للجوين اللي يعني ما يندل وما تصير عنده فكره عاليه الجوين اللي بعده مانوبيريو ستيرنال جوين سكندري كارتليج جوين يعني شنو يكون بين المونوبيريوم والستيرنال واضح يجوز وين الاسترنال استرنال جانكشن البروز اللي قلنا عليها هناك يكون بهذا الخط هاي الاسترنال يعني وهاي المونوبيريوم فوق والبادي جوا الاتصال بيناتهم هذا الخط اكو بيناتهم جوين يسموه مونوبيريوم استرنال جوين الزيفويد استرنال جوين مبين واضح وجوز تعرفوه هواي يكون بين الزيفويد والبادي مثل ما موضح هنا هذا الزيفويد هنا يعني والبادي فوقه وهذا الخط اللي بيناتهن هو الزيفويد external joint يربط بين البادي وبين الزيفويد بروسس لهنا اختم يعني المحاضرة على مدى قصيرة طويلة ومملة اي تعليق اي ملاحظة اريد تقولوا لي بيها لان شوية احنا مو انا بس ادرسكم احنا دا ندرس سوا